هل في اليوم الأخير يوم الدينونة سيكون هناك رحمة من الله؟ الذي كما قلت قد أسدكم أن مملوء رحمة ورحمته مملوء عدلا، في اليوم الأخير نقف أمام عدل الله الذي يجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. وهذا التعليم موجود في أجزاء كثيرة في الكتاب المقدس. في متى 16:27 يقول إن ابن الإنسان يأتي في مجد أبيه مع ملائكته ويجازي كل واحد حسب عمله. وفي متى 25:31 بيقول متى يجيء الرب مع ملائكته يجلس على كرسي مجده وتجتمع أمامه جميع الشعوب ويفرزهم دول على اليمين ودول على الشمال، وآخر الإصحاح فيمضي هؤلاء إلى حياة أبدية ويمضي أولئك إلى عذاب أبدي. عدل الله. بل الكتاب المقدس حتى في آخر سفر الرؤيا ها أنا آتي وأجرتي معي لأجازي كل واحد حسب عمله.